قصر البديع بالمدينة الحمراء كان شاهداً على افتتاح معارض فني، حدث ثقافي ينظم تحت عنوان هي للفنانة نجاة داود، لوحات تحاول عن طريقها الفنانة نجاة تسليط الضوء على قضايا المرأة. لوحات اللي عدلت هما جداد، عدلت لوحات مختلفين بأحجام مختلفة. يبقى عنوان المعرض هو هي اللي كان أقصد به المرأة بصفة عامة بكل حالاتها. المعرض كان فرصة كذلك لعرض أعمال فنية مختلفة تشمل العديد من المدارس والتجارب التشكيلية، كما كان لفن النحت على الخشب فسحة مهمة في المعرض. كيف كنت تلاحظوا في المعرض هناك عدة تجارب ومدارس تشكيلية، فهناك ما هو تشريجي صرف، هناك ما هو انطباعي. كنت هزت الفرصة باش نبين المنحوتات ديالي في هذا الفضاء، كنهضر على المواضيع الاجتماعية والوطنية بطبيعة الحال. معرض هي نظم ضمن التظاهرة الفنية مساحات الروح والجسد، حدث متواصل إلى غاية 31 من دجنبر الجاري، وتتخلله معارض في التشكيل والنحت إضافة إلى ماراثون الرقص وماستر كلاس وندوات مختلفة.